وأريد أن يعني إذا كان هناك وقت نعم. سنرى شيئا مهما، مسألة الإحلال والإبدال حتى في آل البيت، كيف سرق آل البيت؟ يعني هذا السؤال سألته في بداية الحلقة، هل يمكن أن نحل شعبا مكان شعب؟ بل أقول لك أحل آل البيت مكان آل البيت. كيف؟ أحل الفرصة مكان آل البيت. أعتقد هناك صورة يعني ربما الإخوة في الهندسة وفي الكنترول نعم طالع معي، انظر معي يعني المشاهدين الكرام ينظرون الآن إلى هذه الصورة. هذه الصورة ما هي؟ هل هي لنساء؟ لا أدري. ستلاحظ أمرا وهذا الأمر يشترك فيه كل من يبحث عن الجمال، هو الرومانسية في النظرة نعم. إلى أناس معينين. لاحظوا هنا الإحلال والإبدال. لاحظ الصورة. أولا، هل ترى وجوها عربية؟ لا. طيب، هل ترى رجالا في هذه الصور؟ إلى الآن هذه صور نساء. ألا ترى الحواجب كيف هي؟ نعم، مجززة ومرتبة. انظر إلى العيون المكحلة، العيون الكحيلة. نعم. انظر إلى الأنوف الدقيقة هذه. انظر إلى البشرة، ليست بشرة رجال. لاحظ الجبهة صافية، لا يوجد فيها تعاقيد عقدة الرجال هذه الموجودة عندي وعندك. ثم انظر إلى الوجوه الصبيحة الحسناء الناعمة. نعم. يعني كأنه مكياج. صح؟ أطلب من الكنترول الصورة الثانية. نعم، الصورة التالية لها. سيفاجأ المشاهدون أن هذه الصورة هذه الصورة هي صورة لآل البيت الذين يعني الخيال أو المخيال الفارسي الذي يراد أن يشاع له أن هؤلاء هم آل البيت. نعم. وهذه الصور حقيقة لو تلاحظ على يسار الشاشة هو المهدي المنتظر المطموس الوجه، أما في آخر الصور على الجهة اليمنى ذو اللحية البيضاء فهو الحسن العسكري. لكن هذه الوجوه، جميع هذه الوجوه طبعا الإمام علي في المنتصف، وأيضا على الشمال صاحب الدم، على الشمال الحسن وعلى اليمين صاحب الدم الحسين. ستلاحظ أمرا خطيرا. أولا، هذه السحنة ليست سحنة عرب. هذه هي صبغة فارسية، هذه اللحية فارسية، الوجه فارسي، والعقدة، العقدة من الأنوف، العقدة عقدة أنوف عمليات التجميل التي يراها عند كل أغلب الفارسيين الآن، الفرس النساء تحديدا والرجال. إضافة لذلك الأمر الخطير أستاذ أسامة أن العرب لم تعرف العمامة أو اللون الأخضر في العمائم. أو نعم طبعا، بل عرفوا الأسود والأبيض والأحمر، لكنهم لم يعرفوا الأخضر. لماذا؟ لأن عندما حكم العباسيون وأراد البرامكة الفرس أرادوا التغلغل في الحكومة، وكانت الجزية تضرب على المجوس كما تضرب على اليهود والنصارى تماما كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فكانوا فرضوا عليهم، أصبحوا يلبسون السواد، فمنعوهم من السواد حتى يختلف اللباس، لأن النصارى لهم لباسهم واليهود لهم لباسهم، أما المجوس فلا لباس لهم. أرادوا أن يختلطوا مع العرب خاصة في العهد البرامكي، ثم فرضت عليهم العمامة الخضراء ليتميزوا على أنهم مجوس. ولاحظ الآن المجوس ألبسوا آل البيت العمامة الخضراء على أنهم ماذا؟ على أنهم هم آل البيت. آل البيت، نعم. وأصبحت الصورة، يعني هذه الصورة الذي ينظر إليها ينظر إلى فارسي في مخياله، فإذا أراد أن يدعو مثلا الحسين أو ينظر في عقله الباطن علي بن أبي طالب، أو ينظر في عقله الباطن الحسين أو الحسن أو آل البيت، سينظر إلى صورة فارسية تتملك عليه مخياله وواقعه ومستقبله. نعم، يعني